مرحبا برج الأسد، أهلا بكم في قراءة منتصف الشهر إلى نهاية الشهر. هذه القراءة راح أقسمها إلى قسمين. أول جانب عندنا الجانب العملي اللي يخص الأموال والبزنس والمشاريع. الجانب الثاني يخص العاطفية بأسلوب المرايا، أنت راح تكون على جانب الحبيب والشريك على الجانب المقابل. القراءة مثل ما تعرفون تصلح للطالع والشمسي والقمري وأي من الكواكب الأخرى الموجودين عندك في برج الأسد برج الملك. خلينا نشوف أول شيء الحياة العملية. أربعة الأغصان، برج الأسد أحس إن في ترقية، أوكي، في زيادة في الراتب، زيادة في الدخل قادمة في طريقك. يعني أنت مثلا لأن هني الأساس، في راح يكون عندك راتب أساسي. إذا أنت كانت طبيعة وظيفتك أو طبيعة عملك غير ثابتة غير مستقرة في هذه المؤسسة، طبيعة حتى البزنس اللي عندك ما فيه استقرار، في الفترة القادمة راح ينوجد هذا الشيء. أهم شيء الثبات، إن اليوم وبكرة وبعد بكرة تستطيع تعتمد على هذا الدخل، هذا النوع من الدخل أيضا. أوكي، اللي بعده كرت النجمة، برج الدلو وتحقيق الأمنية. ما أدري ليش يا برج الأسد أحس إن كانت أمنيتك إن تستقل ماديا بعيدا حتى عن الوظيفة. الفترة القادمة راح تكون جدا مشجعة لأن عندنا تحت حتى 10 الخماسيات تحقيق الأمنية. إذا كنت بانتظار شيء من بعيد من فترة طويلة، نوع من التسوية المالية، نوع من قبول. أن كارت الرفض طلع معكوس، هذا كارت الرفض، كارت التأخير، كارت أن طلبك يظل في هذا المكان فترة طويلة ولم يرد عليك. فهني هذا الإجابة بنعم اللي تأتيك أحسها، ولكن ما راح تأتيك بشكل رسمي. يعني مثلا راح يوصلك شيء على الإيميل، برج الدلو، إيميل، رسالة، بريد، هذا النوع من الأشياء، ولكن مو التقاء فعلي بالأشخاص في الفترة القادمة اللي راح يكونون مسؤولين عن عطائك الموافقة. جرين لايت، الضوء الأخضر يا برج الأسد، تستطيع أخيرا أن تتحرك باتجاه حلم لطالما كان موجود عندك. يمكن بعضكم كان موجود عندكم حلم أن يخلق لنفسه فرصة عمل أو بزنس خاص فيه بعيدا عن الوظيفة الأساسية اللي كانت، ما أو حتى المسؤوليات. عندك هني مسؤوليات لفترة طويلة ما استطعت أن تتخلص وتتملص منها، مو من طبيعتك تتملص منها، ولكن راح يكون في حيز في الفترة القادمة عشان هاي الأمنية تبتدي تدخل عندك. وآخر كارت يا برج الأسد، كارت العدالة، وهني اللي واضحة عندنا كارت برج الجدي الشيطان. في أشخاص، أوكي، إذا تحب تعرف الأسباب يا برج الأسد، ومن حقك تعرف، لأن بقول لك الرسائل اللي قاعدة فيني، لأن هي كارت الشيطان. هذا يعني نتكلم عن الواسطة، إن شخص رفيع المستوى أو حتى مستواه، لديه منصب في مكان معين، كان يستخدم سلطته من أجل تأخير عملك، من أجل عرقلة تجارتك، من أجل حتى نوعا ما تشويه سمعتك عشان يصعب عليك الحصول، أما الحصول على الوظيفة أو التثبيت في وظيفة معينة. في أشخاص، في أيادي خفية كانت تعمل في الماضي، تعمل خلف الستر عشان تؤخر عليك هذا الشيء. برج الأسد، أمانة لازم أقول أيضا هذه الرسالة، في ناس هذا الشخص نفسه يخوفه ان انت تستقل ماديا، لان بالعاده هو يحتاجك ان انت تكون محتاج له، يحتاجك ان انت تنتظر منه شيء عشان يكون في بينكم نوع من التواصل، عشان هو تكون له اليد العليا هني في العلاقه او في الديناميكيه. ولكن لما نشوف كارت برج العداله بحس هني ان في شخص ارفع مستوى من هذا، اوكي، شخص حتى ما له صله، ما له معرفه مع هذا الشخص، اوكي، فما راح يأخذ وجهة نظره بعين الاعتبار،
ما راح يأخذ تحذيراته وتخويفاته أنه لا تعطون برج الأسد الموافقة. برج الأسد مو أفضل مرشح من أجل هاي الوظيفة، برج الأسد مو أفضل واحد حق هاي المنصب، ما راح يسمع له أبدا، أو على الأقل راح يسمع له، راح يسمع شكاوي ومخاوفه، ولكن ما راح ياخذهم بعين الاعتبار، لانه ما راح ياثر على الجادجمنت. الجادجمنت تبعه الجادجمنت تبعه راح يكون غير متاثر، كانما هذا الشخص هني يعرف قدراتك، يعرف حقيقتك. زين، لما نشوف تو ميجر اركانز ثلاث تقريبا هني بالتوضيح، معناته انت مقبل على مرحله محوريه تتغير فيها الأمور بطبيعتها، بدون حتى ما أحسك أنت اللي قاعد تدفعها، تتغير فيها الأمور إلى مصلحتك، إلى كفتك في الفترة القادمة. لما أشوف أيضا كرت النجمة هني يحسسني أو يقول لي أن في هذه رسالة خاصة لبرج الأسد، أن يمكن يكون هذا الشخص يمكن يكون غيره، أنت اللي راح تملك في المستقبل، راح ينعكس هني، أنت اللي راح تصير تملك الواسطة، تملك المعرفة، تملك معرفة الأشخاص المهمين في المكان المناسب، في المناصب المناسبة. أنت اللي راح يكون موجودة هني عندك، أشوف على شاشة الموبايل داخل تلفونك أرقام الأشخاص المهمين اللي يستطيعون أن يساعدونك لو أي أحد تعرض لك في المستقبل، لو أي أحد رد حاول أن يعرقل أعمالك في المستقبل. أوكي، وراح أسحب الحين كرت أخير للنصيحة. Talk to your angels، تحدث مع الملائكة أو ملائكتك. Instead of worrying, ask for divine guidance. هذا الكرت لما أشوفه كذي في هذه القراءة يعني لي توكل. إذا عندك خوف، إذا خوفك أو في أحد هددك، في تهديد، تريد أن تحصل على شيء، الجانب المقابل أوكي، في شخص هني كرت الشيطان، وهو اللي قاعد يخوفك إنه ما تحصل على هذا الشيء. فهني كأنما توكلك في الفترة القادمة ترى مو مثل، أنت ما تلعب نفس اللعبة برج الأسد، أنت توكلك نقطة قوتك، نقطة ارتكازك راح تكون أن أنت توكل على الله سبحانه وتعالى، أنه راح تلاقي منه العون. هذا الشيء الغريب، هذا اللي أنا أبى أوصله كطاقة. عندكم شخص عنده منصب أوريدي، يملك الولوج إلى مكاتب الأشخاص المهمين، يحاول عرقلة إجراءاتك وحياتك العملية لفترة ما كان هو يفوز، لفترة ما كان يحصل على مراده، ولكن في الفترة القادمة هذا الغريب، إن هذا الشخص ترى قاعد يجتهد، يعمل عشان يعرقل، وراها جهد، وراها تعب، وراها نية وحركة، يتحرك وراك. الفرق هني إن أنت ما راح يكون، لأن هاي التوكل، طاقة التوكل ما فيها إني أسعى، تسعى على عملك، تسعى على هذا نعم، ولكن مو تسعى للمواجهة، مو تسعى، ما أشوف في سعي عشان تحصل على معرفة الأشخاص المهمين أبدا. هنا اللي قاعد يصير برج الأسد، أن الله سبحانه وتعالى يسخر في طريقك الأشخاص المناسبين، الأشخاص اللي راح تحتاجهم في الوقت المناسب بدون حتى سابق معرفة. هذه طاقة التوكل، لما أتوكل على بشر، البشر راح يستطيع يأخذني خطوتين، وبعد الخطوتين لازم أرد أبحث عن بشر يأخذني بعد خطوتين قدام. ولكن لما يكون رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يسخر كل شيء أمامنا، كل الموارد، كل الأشخاص، وإن لم نكن نعرفهم. ما صادكم هذا الموقف، هذا اللي راح يصير، الموقف لأن سبحان الله تدخل إلى مكان، إلى مؤسسة، إلى مكاتب، ما في أحد يعرفك، ما في أحد عندك معه واسطة، نوع من الوساطة البشرية، ولكن لسبب ما كل الأشخاص يلتفتون لك ويرغبون في مساعدتك ويسهلون أمامك الإجراءات. هذه الطاقة، هذه طاقة التوكل على الله رب العالمين. أوكي، ورح ننتقل الحين للقراءة العاطفية.
الكثير منكم ينتظرونها. خلينا نشوف. برج الأسد لما أقول القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، لأن بنشوفها بالمرايا، يعني أنت على جانب الحبيب والشريك على الجانب المقابل، ونشوف كل واحد شنو يقول للثاني. أكثر من كرت، تعرفوني من شروطي أن يكون كرت واحد فقط. الفول رقم صفر، رقم صفر. برج الأسد راح يكون في دخول شخص مفاجئ في حياتك. أحس الأمور kind of متوقفة بينك وبين الشريك. الشريك ما قاعد يقوم بتحركات بجهود عشان يتواصل معك، يرتبط فيك، يطور العلاقة إذا كنت أريد متزوجين. ما في خطوات من جانب الشريك، فهني راح يكون في الكثير من الخطوات. شخص قادم في طريقك جديد غريب لم يسبق لك الالتقاء به في السابق. تحصل على الكثير من اهتمام هذا الشخص الجديد، منبهر بك، أوكي، منبهر بك، ولما حتى ترد عليه أعطيه جزء من وقتك، جدا يستغرب، جدا يفرح، جدا بالنسبة له، أنت بالنسبة له قصة كبيرة، أوكي. دخول شخص جديد يؤثر على حياتك مع الشريك، مع الشخص اللي في بالك، يمكن يكون حتى من جنسية ثانية، يأتي من اتجاه مختلف، جنسية ثانية، ما يأتي من الطريق المعتاد. The devil. برج الأسد في نوع من جانبك أنت لما تلتقي هذا الشخص راح تحس الفرق. إذا ما كان في شيطان، هذا كرت برج الجدي، شلون راح نعرف إن في ملاك؟ شلون راح نعرف طاقة الضد؟ لما يدخل حياتك هذا الشخص راح تحس، يحسسك بمدى تقصير الشريك معك، بمدى سهولة. دائما هني أحس شريككم هني، ولو أنه لحد الآن ما تكلم، دائما أحسسك أن التواصل شيء صعب، أن طلباتك يا برج الأسد أشياء مستحيلة، أن أنت خيالي في توقعاتك من يا برج الأسد. لما يدخل حياتك شخص ممكن يكون أصغر منكم اثنينكم سنا، ولكن يغرقك بالاهتمام، بالحب، حتى الكونسيستنسي، التزامه في التواصل معك دائم، استمرارية الشيء، راح يحسسك بمدى الفجوة، بمدى الفراغ، بمدى سهولة انه بالعكس لما يكون شخص يحبك على الجانب المقابل يسأل عنك ويعمل المستحيل عشانك، لان هذا الغريب قاعد يسوي كل هالاشياء ولكن بدون بذل جهد، لان عندنا كارت المشاغب رقم صفر، بدون حتى جهود. سهل اني ارفع السماعة واتصل في شخص واشوف يومه واقول له عن يومي واذكر السماعة، وسهل اني اقنع الاهل ان نأتي لطلب يد هذا الشخص. سهولة اشياء الشريك حسسك، ويمكن حتى انت صدقت لفترة من الفترات، انه صعب جدا، صعب جدا اللي تطلبه برج الاسد، مستحيل. هني عندنا امبراطور كارت برج الحمل، الفول ايضا هو من كروت برج الحمل. خلينا نشوف. في التارو في كارتات مسمية بابراج معينة، الجدي هو الشيطان، ولكن في كروت مثلا النجمة هو الدلو، الشمس هو كارت برج الاسد، كارتك انت، ولكن في كارتات ثانية من الميجر اركانا او الكارتات الرئيسية في التارو اللي ما تكون مسمية بشكل رسمي ببرج معين، ممكن تكون حمل، ممكن تكون برج ثاني، ولكن على الأغلب هذا الحمل. خلنا نشوف. صغر سن،
أكثر من كرت. هلا نشوف كرت واحد فقط بليز. صار عندنا خربطة بالكرتات. يمكن أنت أيضا يا برج الأسد صار عندك خربطة بخصوص الشريك، تصبح غير متأكد، أيضا غير متأكد أن هل تريد، أقول لك غير متأكد. وهذا الكرت يطيح، سبعة الأكواب، خيارات الكثيرة، ما هي خطوتي القادمة؟ أوكي، راح يكون في دخول لهذا الشخص الجديد في حياتك، نوع من تشويش عليك أنت على أفكارك الخاصة، لأن تبتدي تسأل من الصح ومن الغلط. يمكن حتى هذا شخص لبعض منكم، مو الكل، لبعض منكم هذا يكون شخص يدخل هني في حياتكم فجأة ولديه الكثير من المعلومات الحصرية السرية الغريبة عن الشريك، معلومات ما أخبرك عنها في السابق. فأنت هني راح تبتدي you have questions، تبتدي تتساءل، تبتدي تشك في كل شيء أخبرك إياه شريكك هني. لأن هني أشوف إنه بمثابة اللي يسقط عليك نوع من القنبلة من المعلومات، أوكي، ولديك الكثير من التساؤلات. مثلا شريكك يقول لك أني أعاني من صعوبات مادية، فتلاقي هذا الشخص لديه معرفة بشريكك ويخبرك مدى الأموال اللي تملكها عائلته. هني ما في كونكشن مباشر انه هو يملك الاموال، ولكن مثلا راح يخبرك ان شلون شريكك قال لك انه لا يملك الكثير من الاموال، وهو تو اشترى سياره جديده قيمتها كذا كذا كذا. شلون اخبرك انه ما يستطيع التواصل معك والاتصال فيك، وانا اشوفه دائما واقف مع اشخاص لا يعرفهم يسولف ويضحك ويتكلم ولديه وقت لهم. هذا النوع من الطاقه انه يبتدي ينبهك، وجوده ينبهك، مو شرط حتى يكون شخص، يعني ممكن انت تكون نتكلم مع امرأة برج الاسد، هذا مو شرط يكون رجل الشخص الجديد، ممكن تكون امرأة دخولها ينبهك، ينبهكم، مو شرط يكون عاطفي. اوكي، خلي مخيلتكم واسعة، انه مو شرط يكون جنس معين. خلي نشوف الشريك شن عنده يرد على هذه الاشياء، على هذه الاتهامات. كرت العدالة رح يحاول انه يبرر موقفه. شوف الصورة اللي في هذا الكرت، اوكي، رح يحط جهود انه يبرر موقفه، ما رح يحط جهود انه يعدل وضع معاكم الشريك في الفترة القادمة. اذا كان في مثلا شريك اقنعك يا برج الاسد انه ما يستطيع يحصل على الطلاق بسبب انه راح يخسر اموال، او راح يخسر حضانة، او صعوبة الامور القانونية، او انه شريكته الحالية او الشريك الحالي وقع على كثير من الالتزامات المالية، شو يسمونها، غير عن الشيكات البنكيالات، ما ادري، هذه الالتزامات المالية انه وقع عليها، لذلك هو يقول لذلك انا ما استطيع احصل على الطلاق. ولكن حقيقة أشوف أن كلامه مو صح، أشوف أن هذه أعذار مبررات، مو حقيقة، مو قانون، مو شيء. شريككم مو موجود في وضع ما يستطيع أن يخرج منه للأسف، أوكي؟ هذه قصة قاعد يحاول يبيعها ويروجها لك. تسعة السيوف، لأن الكلام الأصعب، الكلام الحقيقي رح ينتج انه يخسرك يا برج الأسد لو أخبرك الحقيقة. الحقيقة انه هو لا يرغب، يعني تخيل لو اتصلنا في شخص عاتبنا انه ليش ما تسأل عنا ويخبرنا الحقيقة، لم أسأل عنكم لأن لم تأتون في بالي، لم أسأل عنكم لأن مشغول بأشخاص أكثر متعة منكم، مشغول بأشخاص جدد في حياتي،
أوكي، ما أحصل على الطلاق مو لأنه بسبب الالتزامات المالية وخسارة الحضانة، لم أحصل على الطلاق أو حصلت على الطلاق بسبب تقصير مني أنا، بسبب عدم رغبة أني أحصل على الطلاق. إذا كان مطلق فبيكون شنو؟ حصلت على الطلاق بسبب تقصير مني أنا، مو من الطرف الثاني. أوكي، هني هذا الشخص يأخذ النقاط من الحروف ويضعها على حروف ثانية ويشكل قصة جديدة، يشكل حروف غير الحروف. عندنا هني برج الميزان، طاقة سيوف، دلو، جوزاء. آخر كرت الإمبراطور، هذا من الكروت اللي أكيدا لبرج الحمل. أحس هني شوفوا في الفترة القادمة راح يكون في نوع من بعد هذا الموقف اللي تكلمنا عنه، راح تشوف في تغيير في تصرفات شريكك إلى الأفضل. ولكن اللي يجب أن تنتبه له يا برج الأسد إن هذه التغييرات ما تأتي بدافع الحب، بدافع الاهتمام، بدافع أن شفت نفسي غلطان وأريد أني أصحح الغلط. لا، هذه التغييرات تأتي بسبب تمسكه، أوكي، وعدم رغبته أن يشوفك سعيد مع شخص ثاني، عدم رغبته أن أنت تمضي قدما في الحياة وهو يظل هني عالق. هو عارف أنت تعامله مع شخص جدا ذكي، عارف أن أنت تملك الموارد، عارف ان اذا ذهبت مع شخص ثاني، اي شخص ثاني، تستطيع ان تحصل على حياة افضل من الحياة والامور اللي هني قاعد يقدمها لك. هو يعرف، ولكن يمكن انت يا برج الاسد لا تعرف. هني انا قاعدة اتكلم مع شخص من برج الاسد التقى بشخص وامن لمستوى معين ان هذا هو افضل الموجودين. لا، مش افضل الموجودين ابدا. ويمكن هني لما أشوف كرت برج العدالة وكروت السيوف أعتقد أن يمكن أنت اللي أقنعت نفسك بهذا الشيء برج الأسد، أن هذا هو أفضل الموجودين، أو في معايير معينة عندك هي اللي قاعدة تسبب الكارما أن أشخاص بهذه النوعية يكونون هم الموجودين في حياتك، وأشخاص أفضل أوكي ما يستطيعون، ما لهم الحيز أن يدخلون مثل هذا الشخص هني. بقول لك ليش؟ لما انت تحط معايير مثل يجب ان الشخص يكون مثل سني او اكبر، ما اريد ان يكون اصغر، يجب ان يكون الشخص من الجنسية الفلانية، يجب هاي النوع من المعايير اللي تعرقل دخول الافضل في حياتك وتخليك كأنما تقبل او ينتهي بك المطاف مع اشخاص متوسطين الجودة من ناحية الكواليتي، متوسطين، ميديوكر. قاعد أسمع كلمة ميديوكر، ميديوكر بالإنجليزي ترى مو كلمة زينة، مو معناتها good، معناتها يمشي الحال. هذا إنسان يمشي الحال، هذا إنسان رح دائما أنت تكون أفضل منه برج الأسد، دائما إنسان أنت تعطيه أكثر ما يعطيك في العلاقة، أنت تستطيع تقدم أكثر منه ترى. إنزين، هذه قراءتكم العاطفية عزيزي برج الأسد.